وبعد صراع عصيب لمدة 30 يوم بشوف المسلسل قبل المغرب بشوية كده زشوش عشان نعرف مين اللي قتل فريدة وشد وجذب وحواراته واختها نور اللي هتتهبل عليها رغم ان فريدة المفروض انها ضحكت على خطيب نور واتجوزته وخلفت منه اتنين وخانته وخلفت عيل من المحامي من الأستاذ العظيم جمال سليمان. طبعا هو قايم بدور محترم وفي الاخر طلعت اللي قتلت فريدة لا مش اللي قتلتها هو عمر ضربها على دماغها فتح حالها وهي قعدت تنزل فضلت تمشي على الممر وراح جايه مرات المحامي جمال زقلها في النيل وموتاها وعمر مات والدنيا بقت بطيخ خالص وفي الاخر اخر مشهد في المسلسل طلعت ما ماتتش تقريبا لانها بتكلم مصطفى بتقول له عجبك اللوحه الله مين اللي قتل فريدة؟ مصر كلها وكل السوشيال ميديا وكل الناس عمالة تقول مين اللي قتل فريدة كله عمال يفكر وكله عمال يشغل دماغه وما حدش قدر يعرف مين اللي قتل فريدة. طول الثلاثين حلقة المخرج عمال يعمل لك فلاش باك لورا وان يعني ايه اللي بيحصل وايه الاحداث ومين اللي راح ومين اللي جه وحاجات وحوارات كتير جدا جدا ملهاش اي لازمة يعني تعقيد يجيب لك بقى يخليك تشك في لحظة ان اللي قتل فريدة جوزها وبعدين تخليك تشك تاني ان اللي قتل فريدة المحامي وبعدين تقعد تلف وتدور حوالين نفسك وانت ما انتش فاهم اي حاجة في اي حاجة وشاغل دماغك غير الدور السايكوبات اللي قامت بيه العظيمة سوسن بدر انها بتحلم ببنتها وتقول لها قولي لي انت عايزة ايه كلميني وانا هريحك انا عارفة ان انت موجودة هنا انا عارفة ان انت تعبانة احكي لي وانا هريحك هي تحكي لك على اي ست سوسن اصلا المفروض ان دي ماتت وشبعت موت وبعد صراع عصيب لمدة 30 يوم بشوف المسلسل قبل المغرب بشوية كده زشوش عشان نعرف مين اللي قتل فريدة وشد وجذب وحواراته واختها نور اللي هتتهبل عليها رغم ان فريدة المفروض انها ضحكت على خطيب نور واتجوزته وخلفت منه اتنين وخانته وخلفت عيل من المحامي من الأستاذ العظيم جمال سليمان. طبعا هو قايم بدور محترم وفي الاخر طلعت اللي قتلت فريدة لا مش اللي قتلتها هو عمر ضربها على دماغها فتح حالها وهي قعدت تنزل فضلت تمشي على الممر وراح جايه مرات المحامي جمال زقلها في النيل وموتاها وعمر مات والدنيا بقت بطيخ خالص وفي الاخر اخر مشهد في المسلسل طلعت ما ماتتش تقريبا لانها بتكلم مصطفى بتقول له عجبك اللوحه الله